النهارده، سواء في طريقه اللعب والتشكيل، اثرت من بدايه المباراه على وضع النادي الاهلي وهزيمه النادي الاهلي في النهايه؟ يعني انا النتيجه بالنسبه لي مش مفاجاه قوي، والاداء كمان مش مفاجئ، لان الاخطاء اللي حصلت النهارده هي نفس الاخطاء اللي اتكلمنا عليها في مباراه اسوان، وهي نفس الاخطاء اللي اتكلمنا عليها في مباراه امبي، اخطاء شبه مكرره. واتكلمنا ان التغييرات الكتير في الاماكن بتفقد اللعيبه شخصيتها وهويتها جوه الملعب، بتفقدك كمان احساسك بالمكان، وبتفقدك الثقه. انت راجع من 5 شهور وراجع مش على ثبات، لسه يعني مفيش حاجه ثابته قدامك، مفيش تشكيل ثابت بتشتغل عليه، غيرت مراكز اللاعبين، عندك اصابات، عندك في ناس ما جددتش، فطبيعي انك تبدا تشتغل على الحاجات اللي موجوده عندك بالشكل الواقعي بتاعهم، بكل واحد في مركزه. انت النهارده من اول مباراه الجونه في الوديه، وبعد مباراه امبي ومباراه اسوان، في تغييرات في اماكن اللعيبه جوه الملعب، هويه اللاعب مش موجوده. النهارده مؤشر بالنسبه لي، لا مؤشر مقلق. هو انا يعني المباراه مش مهمه في الدوري، ولكن هي مباراه بين قطبي الكره المصريه، والزمالك كسب. الف الف مبروك للزمالك، وبتبارك للكابتن حلمي. شكرا. بس القصه مش مباراه النهارده، القصه ان هي حاجه مكرره بقالها كذا مباراه، وفي نفس الشيء برضو مباراه السوبر ده برضو تديك مدلول للي انت فيه دلوقتي. مباراه السوبر برضو ما كانتش مش يعني انا مش عايز احمل، بس يعني الموضوع كبير، بس انا بشوف الحاجات اللي قدامي بشوف بقولها. مباراه السوبر برضو ما قدرناهاش بشكل كويس، والكلام ده قلناه في المباراه اللي قبل اللي فاتت، قلنا هل سيناريو الزمالك هيروح لمباراه السوبر برضو نفس التحفظ، ان احنا ممكن نلعب بشكل يعني هجومي اكتر، وان انت بتبقى عندك شخصيه. فالنهارده في حاجات تضايقك جوه الملعب بعيد عن النتيجه وارد جدا تخسر وتكسب ومش مشكله، وممكن تبقى النهارده الاهداف اللي دخلت ممكن تبقى موفق فيها، والمباراه تطلع بنتيجه تعادل او تكسب كمان. لو جيت حسبت الفرص ممكن تلاقي فرص النادي الاهلي اكتر وما كانتش موفق فيها، ولكن في حاجات جوه الملعب تديك مردود مش حلو. هدف الزمالك الاول هو كوره مكرره لكره وليد سليمان وجيرالدو. شوف التعامل هنا من مدافعين الزمالك، وشوف التعامل هنا من مدافعين الاهلي. شوف يعني هنا في بيتعاملوا يعني بحديه جدا وشراسه في الكوره، والجون الاول في الاهلي الامور كانت سهله شويه. وشوف تعامل كمان الهجومي من الزمالك فيها بالشراسه، وتعامل مع جيرالدو فيها انك تروح تقطع بدري. الحاجات دي برده خد بالك ليها علاقه بالحميه، انك مش كلها حاجات فنيه، حاجات فنيه بس لو انت ما عندكش قلب انك تجري 3 متر زياده، دي برده بتيجي من القلب على فكره، مش كلها فني طبعا. كلها بتفكر بس انت جواك ايه. فدي حاجه من الحاجات اللي النادي الاهلي افتقدها النهارده. الكره الثانيه اتكررت كتير جدا. الهدف مصطفى محمد كره ثانيه، الشوط الاول فيه كذا كره مكرره، كره ثانيه. الكره الثانيه دي اول حاجه بتقيس عليها معانا الجول بالظبط. ده مش الجول الاول، ده الهدف الاول. لا دي كره وليد سليمان، ده الكره اللي ضيعها. دي كره وليد سليمان وجيرالدو. دي كره وليد العبشامي طلعها في اخر ثانيه. بص المسافه، دي فرصه النادي الاهلي. بص المسافه قد ايه بين المدافع والعارضه، وبص المسافه بين جيرالدو والعارضه، هتلاقي ان جيرالدو اقرب للعارضه. بس مين اللي عايز الرغبه عند مين؟ بالظبط الرغبه عند مدافع الزمالك عبد الشافي. وفي كوره ونفس الهدف في الشوط الاول اللي في النادي الاهلي، لا الرغبه عند المهاجم. مظبوط. فالرغبه انا فنيا ممكن تبقى مش كويس بعيد، ما عنديش مشكله خالص، لكن انك تبقى الرغبه وانك ما عندكش شخصيه جوه الملعب، دي نقطه مهمه جدا. انت النهارده في كور كتير جدا بتجي لك جوه في نص ملعب لوحدك وبتشتتها، وفي كور جات للمدافعين عندهم اريحيه ان يلعبوها اتشتتت. الحاجات دي ليها علاقه بالشخصيه، في نص ملعب وميس باص كتير جدا من الماتشين اللي فاتوا على فكره. ما احنا هو ده اللي بتكلم فيه بقى. انا مشكلتي ان انا مش النهارده، مشكلتي النهارده عادي مباراه تكسب تخسر مش مشكله، لكن لما يكون حاجه مكرره لا تديك لازم تقف وتشوف ان انت عندك اخطاء تشتغل عليها. لازم، ده مش عيب خالص دي، بس انا النهارده اللي ضايقني انك شخصيه النادي الاهلي مش موجوده في الملعب خالص. صحيح. كل الكور المشتركه نادي الزمالك واخدها معظمها. صحيح. اهو نادي الزمالك واخدها. صحيح. الضغط على الخصم، كل انت في اخر المباراه عدد احرف لعيب في الملعب بيلعب ناحيه الشمال. استسهال؟ مش استسهال، ممكن يعني مش واحدة بس، هي ليها اصل، ليها تفسير. ممكن ابقى انزل مستسهل المباراه، مش مركز قوي في المباراه، ممكن وارد كورة عالية، ممكن ما تحضرتش كويس للمباراه، ممكن انك انت الكوره المشتركه انت داخل بجديه عشان انت مركز كذا مره. دي الصفه الاساسيه بتاعتنا بالظبط، وانا نص ونص فانت احسن مني. بس ما اظنش ان انت مستسهل المباراه، لان وليه ما نقولش، خاصه انت بتلعب نادي الزمالك، وليه ما نقولش، وليه ما نقولش، انت مش تفكيرك مش صافي يا كابتن. ان الزمالك كفريق قام بدور الدفاعي بشكل جيد جدا، وهجومي على فكره، تنظيم دفاعي جيد جدا، واستغل الاخطاء. وبعدين
في مقولة بتقول الفريق الذي يجيد العملية الدفاعية ما يخسرش، صح، وممكن يفوز، ممكن يكسب في اي وقت، وممكن يفوز، مظبوط، وده اللي حصل مع نادي الزمالك النهارده. فهي دي بقى النقطه يعني. ان النادي الاهلي الحته اللي بيتميز بيها ما كانتش موجوده النهارده، ان في مش عايز اقول خشونه ولكن في رجوله في الاداء، لا ما كانش موجود خالص. كره الهدف الثالث في مشكله كبيره جدا، الكره طلعت في الهواء ونزلت تاني، كره مكرره يا ريت ما اجيبها، كره مكرره للهدف الثاني، يعني هدف مصطفى محمد الكره طلعت في الهواء، كان ممكن على الاقل يضغط عليه ياسر ابراهيم، لو طلعت معاه الهواء هو مستحيل يعمل حاجه هيلعبها كده. وبعدين مش ياسر بس، ياسر والسوليه، السوليه كان موجود بينه وبينه 4 متر او 5 متر، لو راح بدري مصطفى عمر ما جال الحركه بتاعته ما هيقدر يخليه يشوط، مستحيل، على الاقل هتبقى موجود. يا ريت نجيب الكره دي تاني ونشوف الهدف الثالث، الكره في نص ملعب برده الكره طلعت مع هاني، وهاني راح سايبها وراجع 4 5 متر لورا، لو انا طلعت في الهواء معنا الكره، لا الكره دي من اولها، الكره دي الكره الثانيه، الزمالك اخذ الكره الثانيه في الجول الثالث، الكره طبت، لا في الاولانيه خالص، في الكره اللي في نص الملعب، الكره اللي طلعت في نص الملعب كان برده فيها كره ثانيه، وهاني رجع اخذ 3 متر لورا والكره واتلعبت لبن شرقي، وبن شرقي حطها لاوناجو. ففي الحاجات دي كلها دي صفات البطل، صفات البطل مش انك تبقى الكره المهاريه بس وانك تروح على الجول، لا مش هي دي صفات البطل، صفات البطل يبقى عنده شخصيه جوه الملعب، يقدر مغلوب باربعه وخمسه بس بيحارب، مش ما عنديش مشكله في النتيجه خالص، النتيجه مش فارقه معايا، لكن في النهارده ناقوس خطر، احنا ماشيين في اتجاه انا شيء مقلق في مباراه افريقيا. كابتن حلمي هنتكلم عن ايجابيات المباراه بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن بعد هذا الفاصل.